رجل أراد الزواج من امرأة على أن يكون مهرها بأن يأخذها إلى الحرم لكي تعتمر، فهل ذلك جائز؟ يأخذها إيش؟ إلى الحرم لكي تعتمر، أن يأتي بها لمكة. جائزة لا بأس، إذا كان زواجه بها زواج رغبة ومهرها أن يأتي بها للحج أو للعمرة، هذه منفعة عظيمة، يجوز جعل المنافع مهرا. نعم.